بنفرك العجينة الكنافة بالزبدة والزيت أو الزبدة والسمنة، وبعدين بنعمل الحشوة داخل العصمة اللي هي بنعملها يا قشطة بلدية زي احنا حابين، أو بنعمل قشطة المنزلية اللي هي عبارة عن كوب من الحليب، 2 ملعقة طعام من النشا، 2 ملعقة طعام من السكر، بنحطهم على النار بنغليهم، بعد ما يغلوا بنحط علبة قشطة أو جيمر، وبنحط معهم فتات خبز بسيط وماء الزهر، نتركها لتبرد الحشوة، بعدين بنعبي عجينة الكنافة بالقوالب والمدهونة طبعا بالزبدة، وبعدين بنحشيهم بحشوة القشطة، ونسكر طبقة تانية من الكنافة وبنحطهم الفرن. أول ما تطلع من الفرن بنحط عليها القطر، وهي لسه سخنة بنحط عليها القطر وبنقلبها وبنقدمها بنزينها. احنا هون مزينينها بالفستق وبزهر الليمون وبشوية من القشطة اللي حضرناها في البيت. بالنسبة للقطر هو عبارة عن 3 أكواب من السكر، كوب ونص من الماء، وحطينا معهم عصرة ليمونة مع ماء الزهر. 250 جرام من عجينة الكنافة، 200 جرام زبدة مذابة، هي ممكن نحطها 100 ل 200 جرام، 2 ل 3 ملاعق سمنة أو زيت، فستق مطحون وزهر الليمون للتزيين. بالنسبة للقشطة المنزلية نستعمل كوب من الحليب، 2 ملعقة من النشا، 2 ملعقة سكر، علبة قشطة، وملعقة من طعام ماء الزهر. تمام. ملعقة طعام من ماء الزهر. لا صح حكيتيها. أوكي. طيب. قطر عبارة عن 3 كوب من السكر وكوب ونص من الماء وملعقة عصير ليمون وملعقة كمان من ماء الزهر. تمام التمام. هلا طبعا بنكون محضرين القطر، احنا محضرين القطر من قبل. بدي اعمل الحشوه اللي هي عباره عن القشطه المنزليه، كثير بنسال عنها وسهله كثير، مكوناتها بسيطه موجوده في كل بيت، رح نعملها بسرعه. اللي هي عباره عن كوب من الحليب، بنحط معاه 2 ملعقة من النشا، الحليب طبعا لازم يكون بارد عشان النشا ما يعني يكتل، وبدنا نحط كمان 2 ملعقة من السكر، اللي بحبها تكون حلوة أكتر ممكن يزيد الحلاوة أو يخفف من السكر، بس هيك بدنا نحركهم منيح على البارد. بدي يكون النار؟ أنا مشعلتها. هلأ بس أول إشي على البارد لازم نحرك عشان النشا يدوب منيح، بعدين بنحطهم على النار وبنضلنا نحركهم لحد ما يغلوا. تمام. هلا غلى معنا الحليب، شوف كيف شد معنا مع النشا وصار زي المهلبيه. صحيح. ايوه. هلا بدي اضيف له القشطه، علبه القشطه او جيمر. شوف انا على فكره بعرف شو بتفرق القشطه عن الجيمر، ترى نفس الشيء تقريبا، ما في فرق. بنحط شويه ما زهر، ولو بس بالمصطلح بجوز اخواننا العراقيين بيقولوا جيمر. لا هو في فرق، في فرق، انا يعني يمكن القشطه شوي اسمك. أوكي. من الجيمر. نحط معاهم، هي حطينا ماء الزهر وحطينا الجيمر او القشطه. تمام. وهلا بدنا نحط فتات الخبز. هلا الخبز هو لب الخبز، يا خبز الصمون او خبز السندويشات او التوست، اي خبز من اللي نعمله هيك زي الفتات، يعني بنحطه داخل القشطة عشان بيعطيها قوام زي القشطة الطبيعية تقريبا. تمام. اوكي. ريحة مزهر. مزهر. وبنحرك المواد هاي كلها مع بعض، وبنترك هاي القشطة لحد ما تبرد عشان نحشيها بالعصمالية. هاي طريقة القشطة المنزلية، سريعة وسهلة. هلا بدنا نبلش الكنافة، عجينة الكنافة عشان نعمل العصمالية. نعملها بالقوالب اليوم، مش قوالب صغيرة. هلا ممكن بالقوالب الأزاز، أنا بفضل عن اللي يكونوا فخار أو هدول أوكي. هلا في عنا عجينة الكنافة بنجيبها جاهزة من السوق، بدنا نفتحهم عن بعض. طبعا ندير بالنا دائما عجينه الكنافه تكون مغطاه لانها بتنشف بسرعه. تمام. اوكي. هلا
العجينة طبعا نبلش منقصقص منها شوي عشان ما تكون كتير حبال طويلة، يعني بهاي الطريقة، ونصير نفكفك الشعيرات عن بعض. شعيرات اللي ممكن. اوكي، هلأ احنا بنكون عنا الزبدة والزيت او السمنة مذابين عنا، فبنبلش ندهن القوالب بكمية كبيرة، يعني كمية وفيرة من الزبد. يعني نحط سمنة. أيوة، يعني لازم نحط. أيوة، اسخوا عادي عادي عادي. اسخوا منيح فيها هاي الشغلة. والله اسخوا منيح انت. يعني اقول لك الصراحه، العصمليه الحقيقيه بتنقلب السمنة قلي. يعني نقليها فيش. لا، اخصائي التغذيه روح. لا، انت عارف مثلا القرص هذا اللي بيكون صغير بحطه بيحشوه قشطه، بيكونوا قالينه بالسمنه. طب يلا. لا، احنا شويه بالوسط، احنا وسط. تمام. شايف بدنا نحط على الجناب كمان عشان ما تلزق. يا سلام على السمنه السهيله. نقدر نعملها في قوالب كمان الكب كيكس. اذا بدنا احجام صغيره مثلا اصغر من هيك. اكيد في ناس بتفضل الحجم يكون اصغر بكميه السمنه، وفي ناس بتفضل الحجم يكون اكبر من هيك عشان يوقف. في ناس بتحبوا الحلو بشكل رهيب يعني. مزبوط. يعني هلا بنحط السمنه والزيت هدول، او الزبده والزيت، بنحطهم على الكنافة وبنبلش نفركهم بالكنافة ونفتح الكنافة. هلا دهنا القوالب، شفت كيف قلنا دهناهم بكمية منيحة من وفيرة من الزبدة والزيت او السمنة. هلا وهي الكنافة فركناها طبعا بالزيت والسمنة، وبنصير نحط في القوالب اللي يعني هاي من اسهل اكلات الحلو. هلا بدنا نحشيهم، نحاول نرتب ما يطلع لبرا كله الشعر، شعر الكنافه بده يتحمر. هلا بنحط الحشوه، يعني تقريبا 3 معالق صغار، انه حلو يكون فيها حشوه مش فاضيه. غنيه. يا حبيبتي صحه وهنا. يعني هي ما تفكرها هالقد دسمه على فكره يا سمير. لا 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 لا، عن جد والله. ولا بيهمني. لا يعني انت لما تشوفها، لما تاكلها هاي القشطه خفيفه مش كثير ثقيله، يعني هي سكرها خفيف. وبعدين بتقدر نغطيهم. هلا انا كاتبه بالوصفه انه الزبده 200 جرام لل 250 جرام من عجينه الكنافه. وصح، ممكن انه نحطها 100 جرام. انا فكرت اكثر دكتور. ممكن تحط اكثر، ممكن تحط اقل، يعني اذا بدك اياها تكون كثير مقحمشه وهيك ريتش اكثر بدك تحط اكثر. والقحمشه مع القطر، يا سلام يا سلام. هيك بنكون خلصنا. هلا بدنا ندخلها على الفرن. طيب اجيب قديش رح يقعدوا بالفرن هذول؟ هذول رح يقعدوا بالفرن حسب حرارة الفرن، لأنه أنا في عندي مثلا فرني بالبيت قعدوا فيه تقريبا 3/4 ساعة. طيب الفرن شوي عندي بارد. هذا الفرن بتخيل أحمى من الفرن، يعني ممكن يقعدوا نص ساعة هيك إشي. كيف بدنا نعرف إمتى بدنا نقيمهم؟ ببين عليهم إنهم احمروا الوجه، الكنافة رح تحمر، ورح ننكش شوي بالسكينة من الجناب إنهم احمروا الجناب. تمام. أوكي، ساعتها بدنا نشيلهم من الفرن. بدهم درجة حرارة عالية معناته كمان. بدهم درجة حرارة عالية. بدهم درجة حرارة عالية. تمام. لأنه هي بس الكنافة معاها الزبدة رح تتأحمش مع مع الحرارة. طيب الفرن. هيك لازم هيك. يا عيني يا سمير. صح؟ يا عيني. يعني هاي لما مخرج حطت مخرج. هاي دورة السكب هاي مين أعطاك هاي دورة السكب هاي الأستاذ شكله مخرج أكيد عبد الله خليفي هاي.